10 مليون درهم إماراتي تكلفة حفل زفاف بلقيس في برج خليفة، كيم كارداشيان وقرار نهائي بالانفصال عن كانيي ويست، ريهام حجاج تفضل البقاء في العشرينات وتغار على الجمهور، هليان سادريك ريهانا بجينيفا لوبيز. مرحبا كتير كبيرة مني أنا نغم فاخوري بوجهها لكل متابعي هي سيليبريتيز. رح أخذكم اليوم بجولة لأهم الأخبار الفنية بالساحة العربية والعالمية، خليكن معنا. احتفلت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي بزفافة يوم 29 ديسمبر الماضي بفندق برج خليفة على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف من خلال حفل ضخم جمع الكثير من نجوم الفن والمجتمع في الوطن العربي. هذا الحفل الضخم بلغت كلفته ما يقارب 10 مليون درهم إماراتي، حيث جلبت الطاولات والمقاعد والكريستال من الكويت خصيصاً لهذا الشيء. أما عن دخول بلقيس إلى حفل الزفاف فكان من خلال جسر مخصص تم تركيبه فوق الماء بالقرب من نافورة دبي بموافقة خاصة من برج خليفة، وكان من ضمن الحضور المطربة وعد وهند البحرينية بالإضافة إلى شيرين عبد الوهاب. أما حسين الجسمي وأحلام وماجد المهندس فقد منعتهم ارتباطاتهم بحفلات فنية خاصة من حضور حفل الزفاف المميز هذا. الجدير بالذكر أنه بلقيس تتواجد حالياً بنيويورك لقضاء شهر العسل مع زوجها، كما أنها بتستعد لعمل فني ضخم وعالمي لم تكشف تفاصيله بعد. نشرت مجلة أوكي خبر ذكرت فيه أنه كيم كارداشيان اتخذت قرار نهائي بالانفصال عن زوجها كانيي ويست، وحسب ما ذكرت المجلة بأنه قرار الانفصال كان عم بيراود كيم من فترة بسبب معاناتها من التصرفات الغريبة لزوجها وتصريحاته الأكثر غرابة وميله للإنفاق ببذخ مبالغ فيه بالإضافة إلى فترات غيابه الطويلة. كيم اتخذت قرار الانفصال عن كانيي ويست بعد الانهيار النفسي اللي أصيب فيه وبعد اكتشافها بأنها أصبحت لا تكن له مشاعر حب كما كانت في السابق. ونقل أحد المواقع من مصدر مقرب من عائلة كارداشيان بأنه هي ما بتخطط لطلب الطلاق من زوجها أبداً. بالوقت اللي بتتباهى فيه النجمات بأطفالهم وبجمالهم وبنشر أجمل الصور إلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نجت الفنانة ريهام حجاج بتحاول التكتم على كونها كانت متزوجة من قبل ببداية حياتها وعندها طفلة. ريهام بتحاول تخفي بنتها عن جمهورها من أجل المحافظة على الجمهور والمعجبين. الجدير بالذكر أنه ريهام بلغت من العمر 31 عاماً، بتعيش حالياً قصة حب جديدة وربما تعلن عن خطبتها وزواجها قريباً حسب الشائعات اللي انتشرت مؤخراً. لم تعد علاقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجم الشهير دريك بإطار الشائعة، رغم أنه لم يؤكدوا لحد الآن بشكل رسمي علاقتهم. فقد تواجدت النجمة في الملهى الليلي اللي غنى فيه ليلة رأس السنة ونشرت بعض الصور من الحفل اللي ظهرت فيه مرتدية لسلسلة دريك في عنقها طول السهرة بالرغم من أنها لم تكن ترتديها لحظة وصولها. جينيفر نشرت أيضاً عدة صور جمعتها بدريك أثناء حضورهم لحفل راقص سوية أثناء تبادلهما القبل. يذكر أن ريهانا حبيبة دريك السابقة توقفت عن متابعة جينيفر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هالصور بعد أن انتشر أيضاً خبر ارتباطه بجينيفر. هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من هي سيليبريتيز، بتمنى تكونوا قضيتوا وقت حلو معنا. لا تنسوا تتابعونا على الويب سايت هيماك.com وكمان على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والإنستغرام. انطروا حلقاتنا القادمة على اليوتيوب هي ماجازين، وأنا بدوري بودعكم لألتقي فيكم بحلقة جديدة. باي باي.